انا عايز احط صورة واتحكم فيها بطريقة ال CSS. طيب خليني اقول لك انا عايز احط صورة هنا، يبقى مثلا احط واحدة هنا كده مكان ما اعمل بالكروسر ده او بالماوس كده واضغط هتنزل فيها insert image. بروح على exercise files في ليفل 1 في الفيرست ويب، هلاقي في الايمج حاجه الصوره زي كده، دي عرضها 250 بكسل في كام، في 166 الطول بتاعها. طيب اوكي حطيت الصوره بالشكل ده. طيب انا عايز ابدا انسقها، شوف هنا كده لما اجي سبليت شايف كود الصوره ايمج، هو ده الكود اللي هحطه داخل السي اس اس. هاخد كنترول سي او اي ام جي، اي ام جي مسافة القوسين زي ما تعودنا، وبطلع فوق هنا وابدأ هايديت في الصورة. طيب انا عايز الصور بتاعت الموقع، خد بالك ان اي ايمج بقى خلاص انا حددت له ايمج، يعني اي ايمج هتتحط جوه الموقع هتبقى هتاخد المواصفات اللي انا هكتبها دي. طيب ممكن احط الويدز هيبقى 250 زي ما هي بي اكس، الهايت هيبقى 166 بي اكس، وعايزين كمان المارجن حواليها 10 بي اكس. يبقى انا على مستوى الموقع كله او الصفحة بتاعتي او الويب سايت بتاعي اي ايمج بتحط فين بالمواصفات دي. طيب اوكي. طيب خليني اقول لك انا عايز اعمل حاجة مخصوص شوية او حاجة خصوصي شوية. انا عايز الايمج دي الزق عليها كلاس، عايز اعمل كلاس كده معين للايمجات والزق عليها الكلاس ده. طيب اعمل ايه؟ اروح على الايمج اكتب ايمج، خد بالك من النقطة دي، دوت الكلاس بقى. احنا قبل كده كنا بنعمل دوت على طول، بس ده فين؟ في الحاجات التانية، انما الايمج عشان احدد له ايمج بروح قايل له الايمج دي والله الكلاس بتاعها اسمه ليفت، اي اسم بتفتكر ابو اسماعيل وام اسماعيل احنا كتبناها قبل كده، ده برضو نعتبرها ليفت، ليفت اسماعيل اي حاجة ليفت. وهنقول هتبقى دي بقى بالذات هنعملها فلوت ليفت، فلوت ليفت اوكي. الويس بتاعها هيكون 200 بي اكس، والهايت بتاعها هيكون 100 بي اكس. طيب احط مارجن، المارجن مارجن مثلا خلينا في المارجن دلوقتي لما اوريها لك الاول عشان ما تلخبطش. هنا ما نزلش حاجة عليها، ليه؟ عارفها طبعا ان هي ما خدتش العنوان بتاع الكلاس. باجي هنا في الحتة دي وبكتب كلاس قوسين كده او كوتيشن مارك وبكتب ليفت، يبقى انا اديتها الكلاس ليفت، بقول له اقرا لي الكلاس اللي عندي اللي هو فين اللي هو اسمه ده. طيب نقول على الديزاين احنا كنا قايلين ايه؟ ليفت. طب نخليها رايت عشان تبقى باينه شويه، نخلي دي رايت، الكلاس رايت اوف فلوتنج او الفلوت رايت، وهنا هروح على سورس كود وبدي كلاس رايت. ما عادش في اي حاجه غلط. بص شوف يعني انا مش همسح حاجه او اقطع حاجه. يبقى هنا يساوي الكلاس يساوي ده اللي احنا كنا ناسينه، يبقى كلاس يساوي 2 كوتيشن مارك، يبقى جواها اسم الكلاس،
يبقى عندنا حاجه زي كده، يبقى ده اتطبق لي على الكلاس ده. شايف عاملين المارجن حواليها ازاي؟ طب انا عايز بس من الليفت بس، انما من فوق لا. تمام، باجي على الستايل شيت المارجن وبقول له اديني بقى الليفت مارجن ليفت يساوي 20 بكسل عشان تبقى باينة. بس كده هيديني الليفت بس، وهيسيب الكل عادي خالص. اهو شوف ليفت بالشكل ده. طب خلينا ندي كمان المارجن، مارجن توب، مانجر توب زيرو، زيرو بكسل. شايف مفيش اي مسافات او فراغ بين الكلام والايمج. فانت بالطريقه دي ممكن كمان نعملها بطريقه الكود على بعضه كله. يبقى هنا خدناه قبل كده، احنا عرفنا ان الكود بيمشي مع عقارب الساعه، يعني توب رايت بوتوم ليفت. فانا هاخد التوب هقول له 5 5 بي اكس، والرايت 10 بي اكس، والبوتوم هتعمله لي 10 بي اكس، وعندك الليفت هتعمله لي 50 عشان تبقى باينه بس 50 بي اكس. اشوف التطبيق بتاعي، يبقى هنا 50 زي ما قاله لي، هنا 5 تمام، 10 اهو ساب لي المسافه دي. شايف من اول بدايه الحرف ده الحته دي 10، وتحت 10، وراح مديني على الشمال 10. طب لو انا عملت كده 10 سيف وادوس هنا، بلاقي بدات تتنسق. يبقى هنا عندي الايمج بس كده، يبقى ايمج، يبقى تاج عام بيتطبق على جميع الايمج اللي في الموقع، وده كلاس للايمج اسمه كذا، ببدا اظبط فيه بالطريقه دي واتحكم في عرض الصور بتاعتي.